واكيد الناس متشوقه برضو كابتن، انه مش بس عندنا عزمي بحلبة، يمكن عزمي الابرز وطريق النجاح واحد، ولكن اكيد عندنا نماذج اخرى. عندك في الرمايه حد بروميسنج لسه طالع، لعيبه حضرتك شايف ان عندهم مستقبل زي عزمي، مين عندك كمان؟ احنا يعني عندنا طبعا لاعب عمر، اكيد اللاعب ده طبعا انا يعني شفته في تدريباته، انا بتابع كويس جدا تدريباته. دخل المسابقه بتاعه بطوله العالم كان يعتبر الاقرب ان هو يخش نهايتها. بطوله العالم لسه خلصانه؟ لسه خلصانه. تمام. وده بالنسبه لنا اول احتكاك ليه ان هو يدخل. نعم. فلما يوصل في بطوله العالم ان هو يكون الاقرب للنهايات، احنا كده قربنا ان احنا نكون في طوكيو على ارض صلبه. ممتاز. ده طبعا الاتحاد يعني كان مركز كام لاعب؟ معاك وزي. كان 88 لاعب برضو ولا كان 80؟ احنا كان عندنا في لعبه الطبانجه السريعه في داخل على حوالي 70 رامي، وهو قرب منهم يخش النهائيات، النهائيات بتبقى قرب بين 6 مثلا 7 8. 8، فكان قريب جدا. كان قريب جدا. وهو طب وهو هو مثلا البطولات اللي قبل كده يا عمر كان ابعد من كده طبعا، كان بيبقى ابعد. بالظبط. بس هو عنده عندنا الرماه بوجه عام لازم نصنفهم جزئين، جزء موهوب موهبه طبعا، وجزء اخر بيحب اللعبه ويستطيع ان يتلقى العلم من الاتحاد عشان يطور اداؤه. يعني لازم الاثنين، لازم ده او ده. موهبه ده او ده. طب لو واحد عنده الاثنين؟ لا ده يبقى بطل. وطبعا ده اللي احنا بنشوفه. يعني عمر اكيد انا شخصيا متوسم فيه والجهاز الفني ان هو ان شاء الله هيعمل نتيجه كويسه عمر جدا. كم سنه يا كابتن؟ عمر 27 سنه. ما شاء الله صغير. طب وعزمي؟ عزمي 29. برضو اعمارهم صغيره. عمرهم صغير. والرماه بيقعدوا في العادي بيقعدوا، يعني بتهيألي الاسئله دي مش حاجه، مش هي محتاجه فيزيكال او ان العقل يكون فت ويبقى فيه ريسبونس عضلي عصبي، ولكن مش محتاجه فيزيكال، مش جري، فبالتالي ممكن يقعد لاعمار كبيره. انا عندي مثال في طوكيو، احد الرماه من الكويت 62 سنه خد الميداليه الفضيه، ملهاش اي عمر. طب ده حلو جدا، فاي حد ممكن يمارس الرمايه. يبقى احنا على الطريق الصح وعندنا نجمين كبار. بالظبط. طب على مستوى السيدات عندك حد بروميس؟ هالة اشرف الجوهري. هالة اشرف، احنا نقول انه الرقم بتاعها هي من نادي قناه السويس. عاوز اقول طبعا يعني احنا بذلنا معاها مجهود، وهي الغريب معاها ان هي قبل الجواز كانت بتتدرب معانا، لما حصل الزواج وخلفت دايما بيبقى عندها التزام في المنزل طبعًا اكبر. طبعًا. التزام لا. اسري. انتهى الموضوع، بقى الزوج من ضمن المشجعين القائمين عليها. الأب أحسن نفس حاجة، الحكاية. أحسن حاجة. النهاردة دخلت حققت 575، عمر ما حد في مصر كان حقق هذا الرقم في بطولة العالم. ما شاء الله. دي طبعا من ضمن طب الناس هل اللي قربت من النهائيات برضو؟ طبعا.